أقامت جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريم احتفالية بالحديقة الدولية بالفيوم لدعم عدد من الأسر ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة. تضمن الحفل عرض نماذج ناجحة ل 190 مستفيدة من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك ومشاريع متناهية الصغر، بالإضافة إلى توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية و 6000 كيلو لحم، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة. معنا 3000 مستفيد من اهالينا في محافظه الفيوم. تكلفه اليوم النهارده حوالي 9 مليون جنيه ما بين مشروع تمكين اقتصادي، عندنا 190 مشروع تمكين اقتصادي تكلفته حوالي 6 مليون جنيه، وتوزيع مواد غذائيه ولحوم بحوالي 3 مليون جنيه، وده في اطار بروتوكول التعاون بين جمعيه الارمان ومؤسسه حياه كريمه قيمته 60 مليون جنيه. بنستهدف بيه اكثر من محافظه بما في محافظه الفيوم طبعا. نشكر السيد المحافظ والساده مساعد المحافظ على كارتين والمعونات اللي تقدمها للناس الغلابه، وكارتونه شامله جميع كل حاجه. نشكر حياه كريمه ونشكر جمعيه الارمان، ويوم جميل جدا ان شاء الله، ونشكر سياده المحافظ ونشكر بفرق لحوم وكراتين ونشكر المبادره الحلوه دي.